أخوة يمشطون في الصحراء على هذا الطيار الخبيث. في شريط مصور نشرته وكالة أعماق المقربة من تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية، ادعى التنظيم أنه أسقط طائرة حربية تابعة للنظام السوري وألقى القبض على قائدها. التنظيم قال إن الطيار من مواليد مدينة حما، وأسر عقب هبوطه بمظلته بالقرب من موقع سقوط طائرته شرق دمشق عند تل دكوي. وسائل إعلامية روسية نقلت عن مصدر في الجيش السوري النظامي قوله إن طائرة تابعة لسلاح الجو السوري تحطمت بسبب عطل فني بعد إقلاعها من مطار دمير العسكري شرقي دمشق، مضطر الطيار إلى الهبوط بمظلته، ولم يصدر إلى الآن تصريح رسمي حول سبب سقوط الطائرة أو مصير قائدها.